السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة أسرار العالم الروحاني. راح نتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن أسرار سورة الكهف وخواص سورة الكهف. ولكن قبل أن نبدأ أتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصله كل جديد ويدعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. من خواص سورة الكهف وخاصيتها من ما رواه أبو الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال: من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من الجدال، ومن كتب منها في قطعة فخار أحمر قوله تعالى: ولبسوا في كهفهم 3 سنين وازدادوا 9 وجعلها فيها الطعام فإنه لا يتسوس ويعصمه الله من الفساد، ومن كتبها وجعلها في أنا زداد ضيق الفم وجعلها في منزله أو منزل غيره أو أي منزل يمن بحول الله تعالى من الفقر ومن أذية الناس وهو وأهله ولم يحتاج لأحد أبدا بإذن الله تعالى، ومن كتبها وجعلها في مخزن الحبوب من القمح وغيرها يمن عليه من السوس وغير من كل ما يؤذيه. وفي الصحيح وفي الحديث الصحيح: من قرأها أثر صلاة العصر يوم الجمعة كانت له أمانا وحفظا إلى الجمعة الأخرى. ووجد في بعض الكتب أن من قرأها بعد صلاة الصبح يوم الجمعة لم يكتب عليه ذنب إلى الجمعة الأخرى ويزداد 3 أيام. ومن أراد القبول عند الناس فليكتب من هذا السورة الكريمة قوله تعالى: كمان أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح. ومن سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ومن سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ومن سورة كوثر: علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ومن سورة صاد: والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. ويجعلها في عمامته أو تكتب وتعلق على الصدر فإن حاملها ينال القبول والبر والتعظيم الموصول ويبلغ فيما يريد أقصى المأمور بإذن الله تعالى. ومن علقها واستقبل من شاء وقال: كاف ها يا عين صاد حا ميم عين سين قاف وعنت الوجوه للحي القيوم فإنه يلقى منه بلغة ما يريد. وحامل هذه الآيات لم يخف من شيطان ولا من ذي منع من سلطان، وقد درب ذلك فظهر منه العجائب العجائب. وهذه الآيات الكريمة يقرأها من أولها كاف ها يا عين صاد ومن آخرها حا ميم عين سين قاف، وهذا سر عجيب. ويكتب للصبي الذي لا ينام وتحسبهم إيقاظا وهم ركودا إلى قوله تعالى: فضربنا على آذانهما في الكهف سنين عددا فإنه يجد النوم والراحة أثر ذلك بإذن الله تعالى. ومن كتب: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في سقف فخار غير مطبوخ وجعله في أصل الشجرة التي لا تحمل فإنها تحمل حملا حسنا بإذن الله تعالى. وقوله تعالى: وما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنزا لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل لم تستطع عليه صبرا. هذه الآية للعثور على ما أخفاه الإنسان وخفى عليه أمر من الكنوز وغيرها، فمن أراد ذلك فليكتب الآية في قطعة ذهب قديم ثم يقول الآية 13 مرة ويجعل تحت وسادته وينام
على جنبه الأيسر، ثم ينقلب إلى اليمين ويقول: يا مظهر العجائب، يا صانع الغرائب، يا دليل كل حائر، أرشدني بفضلك على ما أطلبه، فإنه يراه في منامه. ومن قال حين يدخل منزله: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يبسط الله الرزق عليه وعلى أهله. وقيل أن من وقف من حيوان وقال 45 مرة نام وكنزة لم تضره عين مغاينة، ومن طلب حاجة عثرت عليه ولم يصل إليها فليقل: لا قوة إلا بالله، فإن الله يسهلها عليه ويقضيها له. وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئت بمثله مددا. قل: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن قرأها وأراد أن يستيقظ في أي وقت شاء من الليل فإنه ينبهه فيها بإذن الله تعالى تجربة صحيحة. وأن أحب أن يقول: اللهم أيقظني في وقت كذا وكذا، فإن روحي يبدل، وأنت تقول لنفس حين بإذن الله تعالى وتصحى في الميعاد الذي تريده. من خوائصها كثيرة صورة الكهف بإذن الله، خصائص كثيرة وله أسرار كثيرة، منها نعلمها ومنها لا نعلمها، وهذا من علمه بإذن الله تعالى وإحنا لكم به وكنا وتكلمنا عنه بإذن الله تعالى. أي استفسار أو أي شيء اكتبوه في التعليقات وسوف أرد عليكم بإذن الله تعالى. وأتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصله كل جديد من أسرار العالم الروحاني. وداخل القناة أسرار كثيرة وفوائد كثيرة بإذن الله تعالى. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صلي صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم، وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي يعزه من كل سوء. اللهم فرد كربنا كما وعدت، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء على آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني.